100 يوم مضت على حرب غزة، وما زال الشعب يعاني من العدوان المستمر المتواصل الذي أودى بحياة آلاف ودمر الأخضر واليابس. فوفقا لما نشرته الجزيرة من أحصائيات، فإن عدد الشهداء المدنيين قد بلغ 23,000، بينهم 10,000 من الأطفال و7,000 من النساء، ناهيك عن عدد الجرحى الذي وصل إلى 50,000، وآخرين مجهولة عددهم لا يزالون حتى الآن تحت الأنقاض. لا ننسى أيضا المستشفيات نبض الحياة التي خرجت عن الخدمة، والتي نسبتها وفقا لتقديرات نشرتها الأمم المتحدة 77% من مستشفيات القطاع الجريح.